مع الصديق عماد المر هيعمل لنا مقطوعة عالمية اسمها لا سولينزارا، بس هيعملها لنا بطريقته. تعالوا نسمع نشوف عماد هيعمل ايه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ إيه؟ يعني انا كأني دلوقتي بسمع لعمر خورشيد رجع تاني بيعزف المقطوعات بتاعته العالمية اللي كان بيعزفها ديت في الحفلات بتاعته، وقربها لنا، يعني قرب لنا الموسيقى دي. الخلفية الموسيقى جميلة جدا، ايدك حلوة جدا على الجيتار، الكوردات ممسوكة كويس، الميلودي حلو جدا، بتستعمل اكتر من باترن، استعملت اوضاع كتيرة للكوردات منها المفتوح ومنها الباريه، فلا انت متمكن من الموضوع تماما. الصوت يعني يكاد يطابق صوت جيتارات عمر خورشيد اللي كان بيعملها. طب انت عاوز بقى الخطوة الجاية تكون ايه؟ هل نبقى كوبي من عمر خورشيد بقى ولا نزود بقى شوية؟ اعتقد انت مؤهل دلوقتي بقى انك انت تحاول تطلع من الجيتار نفسه عن طريق الافكتس وبتاع صوت مبتكر خاص بيك انت، صوت جديد تستعمله في اوقات من الاوقات، واوقات تانية تستعمل فيها الاصوات اللي انت فعلا توصلت لها دلوقتي كده، بس عمل متكامل. انت لو عملت لنا سي دي كامل عليه المقطوعات دي كلها، انا ممكن احطه في العربية ونستمع وانا ماشي عادي، ويبقى فعلا مرفه عن الواحد انه يسمع الموسيقى بالجمال دوت، وايدك حلوة جدا على الجيتار. فبالتوفيق يا عماد، انت فنان كبير، واتمنى لك المزيد من التوفيق، وانك ما تحرمناش من الاعمال بتاعتك الجميلة دي تاني، وتكتر منها شوية. بالتوفيق يا حبيبي. صديقنا الياس.